بس احنا هذا بلدنا لازم ندافع عنه. يعني تعرف انت هذا العدو اللي جاي نقاتله عدو مجرم. يعني يقتل الصغير، يقتل الكبير. فاحنا هذا الشيء يعني احنا يعني هذا وطننا. فهذا الشيء يدفعنا على هذا. حبنا لوطننا. والله الفكرة هي كان يعني من وصلت أنا لهذا الشيء يعني فكرت أخذ بثار الشهداء يعني جماعتنا أصدقائنا استشهدوا قدامي شهداء العراق استشهدوا يعني هواي قدامي بس ما يعني والله هم كلهم عزيزين علي يعني كلهم عزيزين علينا أصدقائنا كلهم عزيزين يعني ما كلنا نتأثر عليهم انقهر على العوائل اللي تطلع والجهال اللي تطلع سيارة مفخخة فجرت على العوائل هذا الموقف هذا أنا حيل نساء وجهال يعني موقف كله صعب شفتها قدامي جهالة احترقها وتعذى وقطعها كنت تبكي عليهم شفت الجهال تأذيت كنت تبكي يعني ما تحملت حيل خلانا يعني يزيد يعني غضبنا على داعش لان هو عدو مجرم يعني هاي الابرياء الناس اللي راحت والنساء والجهال اكو ناس ترغب تروح على الجيش تروح على الشرطه الاتحاديه انا رغبت صارت بالجهاز رغبت اروح للجهاز دخلت دورات دوره سلكشن دوره كوماندو تخرجت رحت انتسبت على فوج الاول حاليا انا سالم فوج الاول يعني نشأ محمد وسط عائلة عراقية أصيلة في مدينة البصرة ومنذ الطفولة كان لدى محمد حس وطني عال ورغبة جارفة في الانضمام للقوات المسلحة كان محمد يمارس في شبابه هواية صيد الطيور وبداخله حلم كبير بخدمة الوطن والمشاركة في حمايته طبعا كل معركه يعني ندخل بها نحس بان روحتنا احنا ميتين يعني اول ما تطلع من بيتكم تلتحق ورايح انت ملتحق للدوام ويعني تلتحق للمعركه تخلي هذا الشيء قدامك بان انت احتمال راح تنجرح هاي المعركه احتمال راح تستشهد فاحنا نخلي هذا الشيء قدامنا الموت بالنسبه لداخل المعركه هو يعني شهاده انا ما خسران يعني حتى من اموت انا شهيد ما خسران شيء. في الساعة الأولى من يوم السادس من يوليو حزيران وبعد شهور من القتال العنيف لمطاردة عناصر داعش الإرهابية خارج الموصل واجه جنود القوات الخاصة بالفوج الأول في الصفوف الأولى من المعركة مقاومة عنيفة من العدو وحرصا على سلامة المدنيين اضطر الجيش العراقي لخوض حرب شوارع من بيت لبيت لإخلاء المناطق من العناصر الإرهابية وزادت صعوبة هذه المهمة الخطيرة بسبب طبيعة الشوارع والأزقة الضيقة والمتداخلة في مدينة الموصل القديمة بعد أن اشتدت المعارك في المدينة القديمة وانحصروا عصابات داعش على ضفة النهر وإحنا قامت عصابات داعش بالزج العشرات من الانتحاريين في سبيل أن توفر لها ممر في الخروج باتجاه تل عفر أغلب الاتصالات إحنا قدرنا أن نستولي عليها نصادرها من عصابات داعش لأن هم انحصروا في منطقة ضيقة كلش فكان أكو هنا مكان يعني هو بي دواعش مفارز متكونة اثنين هاي المفارز يعني بالليل أول ما طبينا يعني هذا المكان المفارز يعني تضرب علينا مسيل الدموع تضرب علينا رمان اشتباكات احنا وياهم اجت هاي الفكره بان يعني نسلل عليهم او نقتل من عندهم نشوف اماكنهم وين يعني متواجدين نطيح داثياتهم الامر فوج للضباط
اللي طرحتها عليهم هذا، قلت لهم والله نشوف له قبل احنا كل بيت اللي نطبي نلقى به متفجرات ونلقى به انواع الاسلحه والاعتده، بالاضافه الى زي القندهار اللي موجود عندهم، هذا زي رسمي بالنسبه لكل جنود الخلافه عندهم. احنا تبرعنا الروح، تبرعنا انا واصدقائي اللي هو وياي علي ناظم، يعني صارت من تبرعنا احنا ما قبل، يعني خاف على سلامتنا وخاف علينا. فبعدين صارت مناقش، يعني نقاش بينه وبين امر سريع، فوافق امر فوج. انا من ادخل بالمعركه ويا محمد ما اخلي بباله خوف، يعني محمد شلون درع لنا كل احنا، كل الحظيره صايره درع. فانا من اتاكد من محمد من طبيب عمليه ننجح، ويعرف يعني يعرف شنو داعش ويعرف شلون يقاتل، وعدة مرات يعني يحصروننا ببيت فهو ما يعوفنا ويانا من نال من يخلصنا، يقول لنا يا اما نموت سوا يا اما نعيش سوا، لا انا اطلع ولا انت تطلع. وكانت اكو مضافات الداعش، هاي المضافات اللي نتقدم عليها احنا، نستولي على عتاد، عبوات، احزمه ناسفه، اسلحتهم، ملابسهم. فلبست انا الزي، جماعتهم لبسوا الزي، احنا تبرعنا. العملية صارت بالأربعة ونص الصبح، فلبست الزي، فجمعت ما قبله يعني، قالوا احنا ما نخلي يعني ما نقبل تروح بوحدك، هم يعني خافون على سلامتي، ما قبلوا. فأكو بيت كان قدام الكمين مالنا، عبرنا على هذا الكمين أنا وأصدقائي، قالوا إحنا لازم نعبر وياك بهذا المكان. يعني شلون صاروا للعين الثانية مثلا، يعني خافون على سلامتي هاي. فقال أنتم تبقون هنا تأمنوا لي وأنا راح أدخل. قلنا له خل نروح وياك مدري شنو، ما قبل، قال له أنا بوحدي أروح، أنتم أمنوا لي هنا. فمسافة عني 5 مترات، شفت 2 دواعش، قلت ما أرجع يعني ميت، يعني جو الأهل ببالي، جو جهالي. فتحت الباب، فتحت فتح على كيف، طلع جسمي عادي، بس سألني واحد من عندهم قال انت ابو منو؟ انا لهجتي تختلف شوي عن لهجتهم، فرديت عليه بصوت خفيف لان انا كنت متلثم. قلت له انا من الاخوه، قلت له حجي انا من الاخوه، بس بصوت خفيف يعني. فضربتهم اثنيناتهم. بقينا مملين لمحمد برا 5 دقائق هيك، صارت اصوات مال الرمايه ومال حكي، فاحنا بقينا قلقين كلش على محمد. ظليت نفس المكان اللي انا بي، ظليت يعني اباوع ارصد المكان تقريبا بالخمس دقائق 7 دقائق انا واقف بهذا المكان. فنفس يعني نفس الشريط اللي انا بي، كان بالبيت اللي بصفي شخص من عندهم مسلح، يعتبر شلون يعني كمين لهم، رصد يرصد يعني تحركاتنا، وقع وكان واقف بالباب وباوع عليهم، ضربته وقع. ايه فسمع الصوت يعني بالانقاض، تعرف اكو يعني ضربات مال طيران وانقاض تصير وهاي، فاسمع صوت واحد يمشي بس ما اشوف. فتهيأت له، قعدت انا قعدت بالركن وتهيأت بسلاحي، صار علي قريب. بعدين صاح ابو انس، فتهيأت له، قلت هذا يعني هاي المرحلة يعني مرت فيها صعبة، حيل صعبة، قلت هذا يعني لو راح يقتلني لو أقتله، يعني قلت هاي آخر حياتي يمكن.
بوحده هو ضربته تقريبا 5 طلقات. قدمت عليه سحبته جبته يمي. كان عنده جهاز مال المنادات وعنده حزام ناسف، لابس حزام ناسف. سحبته خليت الجهاز اللي هو جهاز عنده خليته عندي. قمت اسمع النداءات مالاتهم مال ينادون علي. نادى علي واحد تقريبا 10 مرات ما يرد علي. انا ما يعني ما رديت على الجهاز نهائيا، بس اسمع. اسمع يعني نداءاتهم، شنو يعني وضعيتهم، منهارين. النداءات مالتهم قال لي طلع لي مفرزه شوف لي هذا وين راح. اي هو امير من داعش. طلع لي مفرزه شوف لي هذا وين راح، شوفوا لي المرتدين وين وصلوا. احنا يسمونا مرتدين، هم بدولتهم هاي يعني بان احنا كفار، احنا هم عود يمشون على منهاج النبي وهاي، بس هم غلط. هم يعني هذا الشيء الاسلام بريء من عندهم. فاحنا يعني عندهم يعني احنا بدنا نقاتلهم، بان عندهم دوله اسلاميه واحنا جايين نقاتلهم. فيسمونه مرتدين يعني مرتدين يعني عن دين الله عيش يعني. بس هم المرتدين هذا الشيء، لان هم يقتلون ويذبحون ويفجرون العوائل ويفجرون سيارات مفخخه عن الناس الابرياء. فهم يعني الاسلام بريء من عندهم. هم ناس يعني كفار مجرمين. فتقدمت على هذا البيت اللي هو ببطانيه بالباب، الباب الرئيسي ماله. شفت 2 دواعش يعبرون من عده. ضربت عليهم. وقعتهم واحد اللي هو ظل مصوب وبطنه لحنا طلقات وهاي وظل يصيح. بعدين جبت اسلحتهم وجبت اغراضهم. عبرت الخط اللي انا يعني اللي احنا نريد نتقدم له. وبالفعل تغير مسار معركة الموصل بفضل البطولات التي قام بها محمد قاسم وزملائه من طليعة جنود الفوج الأول، وتمكن الأبطال من إنقاذ العديد من الأرواح وتأمين تقدم قوات المشاة في منطقة كان من الصعب اختراقها. فرجعت جماعتي، فتحت اللثام مالي وجبت وياي، من رجع جبت الأسلحة مالتهم. فمن رجعوا صراحة يعني قرحة لا توصف. قلت ما يرجعون، قلت يرجعون، قلت ما يرجعون ما يرجعون. بعدين الله سهل عليهم الحمد لله وشكر، رجعوا محاضن اي اكيد حضنتهم وستهم قبلتهم. طلعت دمعت عليهم على الشجاعه اللي شايلينها، يعني ما احد يقدر يسوي هذا. يعني مو بس هم، حتى جنودهم اللي موجودين وياهم، اللي جماعتهم اللي موجودين بداخل السريه او الفصيل، يعني فرحه يعني لا توصف. ومو كل واحد يقدر يسوي هذا الموقف البطولي الشجاع. زادت من معنويات مقاتليهم الموجودين ومعاهم، اللي موجودين كانوا بالسرية أو الفوج، وحتى أثرت على معنويات داعش. دار تحرير الموصل من العراقية نيوز، حياكم الله. معركة الحسم شرفت على الانتهاء بعد أن انهار داعش في المدينة القديمة بشكل كامل. والله كآمر أو كأخ أو كصديق اكتشفت بأنه عندنا جنود أو مقاتلين أبطال بمعنى الكلمة. هي الصبح بالأربعة، الصبح بالأربعة ونص كملت يعني هاي الشغلة وقدمنا، وشافوا جماعتي اللي داعش اللي قاتلهم. هي الفكرة يعني أولا هي مجازفة، يعني أنا جازفت بيها، بس المجازفة يعني نجحت، رجعت أنا يعني ما متعرض لأي شيء وانتصرت عليهم، لأن إحنا سوينا هذا الشيء يعني عملية يعني نوعية، صارت عملية قوية. يعني من يقولوا لي أسد الموصل يعني حسسوني بأن أنا يعني بطل. هم أبطال و ضافوا معارك هواي، هم شافوا أبطال والله.
بس يعني مسوحين بهذا الشيء يعني أحس نفسي يعني فرحانين بي هم. وتقديرا لشجاعته اكتسب محمد لقب أسد الموصل، كما تمت ترقيته لرتبة ملازم، ولا يزال أسد الموصل يخدم وطنه في موقعه الجديد بجهاز مكافحة الإرهاب، وهو مستعد دائما لتنفيذ أي مهمة يكلف بها ببسالة وشجاعة وولاء لا حدود له للعراق.